organisationnel pour remplir cette mission. Au niveau des territoires, on est donc partagé une vision. Tout ceci s'inscrit. سنطلق اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه فضاء معالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي ستكون الوسيلة الرسمية الوحيدة والحصرية لعرض العقار ومعالجة الطلبات المرتبطة به في 15 ولاية الآن لترتفع إلى 21 ولاية على الساعة الثانية بعد الظهر. يعني اليوم سنصل إلى 22 ولاية ب 904 قطعة أرضية بمساحة أولية تقدر ب 563 هكتار. لتتبع تدريجيا بإدراج الولايات المتبقية حيث سيتم تحيين المنصة بصفة مستمرة ودائمة بإضافة عقارات جديدة مهيئة وقابلة للاستغلال.